فنبتعد إخواننا عن الشبه، نعيش مع الكتاب والسنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نهاية العقيدة التدمرية ذكر نصيحة حتى تسلم من الفرق، ذكر إدمان النظر في الكتاب والسنة، إدمان يعني مدمن، مثل أقول هذا مدمن مخدرات، أنت مدمن النظر في نصوص الكتاب والسنة، ما تنظر إلا في نصوص الكتاب والسنة فقط وكتب الأئمة السلف الصالح. الثاني الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تدعو الله، تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. الثالث، عندنا أناس يعني من الحلول أن تفرع عن هؤلاء، لأن عندنا أناس مصاحبتهم سم قاتل، يعني لدغة واحدة القبر، ما يمكن تتنفس بعدها، لدغة واحدة وهي القبر، انتهى، أقوى من الحية ومن الأفعى. والله من هم أهل البدع؟ والإشكال عندنا اليوم أصبح الأمر طبيعي، السماع لأهل البدع، مجالسة أهل البدع، صحيح والله، حتى البعض اليوم يعني يرى من نفسه أن يناظر أهل البدع، مع أننا نعرف أن بعض الأئمة ترك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يهود نصارى، لديهم شبهات، لديهم ضلالات، لديهم علم كتب منزلة من السماء، ناظرهم. قال: لا. بين ما هم عليه من أخطاء؟ لا. قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. إذن كيف تكون الدعوة؟ بالتوحيد. وإذا ما عرفنا التوحيد كيف نناظر، كيف نقوم بواجب الدعوة إلى الله؟